عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الأعزاء، طلاب الصف الرابع، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. أعزائي الطلبة، اليوم إن شاء الله سنبدأ بحل أسئلة درس ابن الهيثم. ننتقل إلى أسئلة معاني المفردات والتراكيب. السؤال الأول يقول: صل الكلمة في العمود الأول بما يناسب معناها في العمود الثاني. تنظيم، ازدهر، أدرك، إقامة، نبغ. وفي العمود الثاني المعنى المناسب لهذه الكلمات: عرف، إنشاء، تطور، انتهى، ترتيب، برع. تنظيم بمعنى ترتيب، ازدهر بمعنى تطور، أدرك بمعنى عرف، إقامة بمعنى إنشاء، أما نبغى بمعنى برع كما مر معنا في الدرس السابق. ننتقل إلى السؤال الثاني يقول: اختر الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي. كان ابن الهيثم مرجعا لأهل عصره، تعني يرجعون إليه بعد سفرهم، يرجع الأشياء إلى أصحابها، يرجعون إليه في العلم والطب. بكل تأكيد يرجعون إليه في العلم والطب. معنى استحالة في: أدرك ابن الهيثم استحالة إقامة المشروع. استحالة، هل هي بمعنى التحول من حال إلى حال، أم عدم القدرة على، أم بدل أقصى جهد؟ بكل تأكيد بمعنى عدم القدرة على. ننتقل إلى السؤال الثالث يقول: اكتب كلمة من النص بمعنى الكلمة الملونة في كل مما يأتي. كان في عصر ابن الهيثم نخبة من كبار العلماء. نخبة وردت في النص بمعنى صفوة. قدم الحاكم لابن الهيثم ما يريد للقيام بالمشروع. قدم جاءت في النص بمعنى أمده. ننتقل إلى السؤال الثالث يقول: فرق في المعنى بين الكلمتين الملونتين فيما يأتي. تفوق ابن الهيثم على علماء العصر. العصر هنا بمعنى ذلك الزمن. التقى حاتم صديقه عند العصر. وقت العصر بمعنى وقت ما قبل الظهير. ننتقل إلى السؤال الرابع الخامس عفوا. تعرف معنى العين فيما يأتي. قال تعالى: في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية. عين هنا بمعنى نبع ماء. شرح ابن الهيثم العين. العين هنا بمعنى عضو الإبصار. أبدع الخطاط في كتابة العين. العين هنا بمعنى حرف العين، وهو أحد الحروف الهجائية. ننتقل الآن أعزائي الطلبة لكي نجيب عن أسئلة الفهم والاستيعاب. السؤال الأول يقول: ماذا درس ابن الهيثم؟ أجل، درس ابن الهيثم الهندسة والبصريات. السؤال الثاني: ما الذي يدل على تميز ابن الهيثم عن بقية العلماء في عصره؟ أنه كان مرجعاً لأهل عصره في عدة علوم. السؤال الثالث: لما استدعى الحاكم بأمر الله ابن الهيثم إلى بلاطه؟ لأنه سمع بمقولة ابن الهيثم عن قدرته على تنظيم أمور النيل ليصبح صالحاً للري في أوقات السنة كافة. السؤال الرابع: لماذا لم يتم ابن الهيثم مشروع النيل؟ نعم، لعدم توافر الآلات والمعدات المناسبة في ذلك الوقت. السؤال الخامس: كيف تستدل على نبوغ ابن الهيثم في طب العيون؟ أنه شرح العين تشريحاً كاملاً
وسمى أجزاءها بأسماء ما زال بعضها مستعملا حتى اليوم. إلى هنا أعزائي الطلبة نكون قد وصلنا إلى نهاية الحصة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.